أمر عاجل من الرئيس السيسي بخصوص الجيش المصري، بننشر لحضراتكم التفاصيل. وعاجل وزارة الصحة المصرية تكشف حالة وائل الإبراشي الصحية. وعاجل تفاصيل قيام الرئيس السيسي بمحاربة الفقر في مصر. وعاجل بننشر لحضراتكم تفاصيل الدبابة ستالين في مصر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا. وعاجل وزارة الصحة المصرية بتكشف حالة وائل الإبراشي الصحية. كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة الوباء التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية عن آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وقال في تصريحات لموقع الوطن إن الحالة الصحية له ممتازة للغاية، ولكن الوباء بعد الشفاء منه يترك صدمة لدى المتعافي، وتابع الرئة تمثلت للشفاء بدرجة عالية وأصبح هناك استغناء عن الأكسجين نهائيا، لافتا إلى أنه نفسيا غير مؤهل للرجوع للشاشة في الوقت الحالي. وقال إن الحالة الصحية للإبراشي جيدة جدا، ولا صحة للأحاديث المنتشرة عن تدهور حالته. يشار إلى أن الإبراشي أصيب قبل شهر بالوباء ودخل المستشفى نتيجة تبعات هذا الوباء التي أدت لعدم قدرته على التنفس بصورة طبيعية، وغادر المستشفى في وقت لاحق. المصدر معنا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق. نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل للإعلامي الكبير وائل الإبراشي. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل تفاصيل قيام الرئيس السيسي بمحاربة الفقر في مصر. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فريق من رجال الأعمال المصريين المشاركين في مبادرة حياة كريمة لبحث الأوضاع في مصر. صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن الاجتماع شهد استعراض أهم مستهدفات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة الذي يهدف إلى تحديث كافة جوانب الحياة ل 4584 قرية في جميع المحافظات يسكنها 58 ألف من سكان مصر. وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 700 مليار جنيه، بما يخدم الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، كما يهدف إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المتخصصة بالدولة على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة لمصر. المصدر معانا كان من RT. يعني نجد مبادرة حياة كريمة اللي وقع عليها الرئيس السيسي أمس، يعني ده شيء جميل جدا. 700 مليار جنيه مخصصين للقرى، عدد القرى يصل ل 4500 قرية، يعني الدولة تهتم بيهم بمبلغ 700 مليار جنيه لتطويرهم. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا. وأمر عاجل من الرئيس السيسي بخصوص الجيش المصري. والرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 59 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 4 لسنة 68 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بقانون رقم 123 لسنة 81. وقام الرئيس السيسي بالتصديق على القانون بعد أن وافق عليه مجلس النواب المصري. مصدر معنا كان من اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل بننشر لحضراتكم تفاصيل الدبابة ستالين في مصر. تم تصدير دبابات IS-3 يوسف ستالين 3 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى الدول الصديقة للاتحاد السوفيتي، وبينها العراق ومصر وسوريا. وقد تسلمت جيوش تلك البلدان نحو 170 دبابة ثقيلة من هذا النوع، وحصل الجيش المصري منها على 100 دبابة.
شاركت في حرب 67 ضد إسرائيل، وتبين أن الدروع القوية لتلك الدبابة قادرة على تحمل إصابات الذخائر خارقة الدروع عيار 90 ملي التي أطلقتها مدافع M48 باتون أمريكية الصنع، إلا أن قوات الكيان الصهيوني تمكنت من الاستيلاء على 70 دبابة منها، وكان نصفها بحالة تقنية جيدة. وخدمت تلك الدبابات لفترة ما في الجيش الإسرائيلي، حيث تم تصوير دبابة IS-3 نهاية الستينات في أحد خنادق خط بارليف على الضفة الشرقية لقناة السويس. واستخدمت تلك الدبابات كنقاط نارية ثابتة منزوعة المحركات التي حل محلها احتياطي ذخائر عيار 122 ملي. وفي النهاية استولى عليها الجيش المصري الذي عبر بجنوده عام 73 قناة السويس. وهناك معلومات تفيد بأن الجيش المصري لم يخرج تلك الدبابات من حوزته إلا بحلول ثمانينيات القرن الماضي. مصدر معانا كامل روسيسكا غازيتا، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والصحة المصرية وبيانها مع بلازما الدم. وعددت مسؤولة في الصحة المصرية فوائد بلازما الدم العلاجية، مشددة على أن التبرع بها لا يتسبب في أي أضرار صحية. وأوضحت الدكتورة أمنية محمود مدير وحدة المتابعة بمشروع البلازما في مصر أن البلازما بها مشتقات عديدة تساعد في علاج أمراض سيولة الدم وأمراض الكلى والكبد والحروق وأمراض نقص المناعة. ولفتت في مداخلة تلفزيونية إلى أن البلازما تساهم في علاج السيولة، وأن المتبرع الدائم يقصد بها التبرع بها كل أسبوعين لضمان توفير البلازما، ويجرى تعويضها وتجديدها كل 48 ساعة، وهذا لا يسبب أي ضرر على صحة الإنسان. وكشفت الدكتورة أمنية محمود أن بلازما الدم بتساهم في توفير العملة الصعبة للدولة المصرية. أشارت من جهة أخرى إلى أن جهاز فصل البلازما يقوم بفصل الدم عن البلازما ويعمل أوتوماتيكيا، موضحة أن هناك شروط معينة لابد من توافرها في متبرع بلازما الدم. مصدر معانا كان من اليوم السابع. طبعا من شيء المهم وشيء النبيل نحن نتبرع ببلازما الدم لمساعدة أشقائنا المحتاجين لهذه البلازما، يعني نساعد الناس اللي عندها أمراض سيولة الدم وأمراض الكلى والكبد والحروق وأمراض نقص المناعة. فمن النبيل جدا ان احنا نتبرع ونساعد أشقائنا ونساعدهم في محاربة هذه الأمراض. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. في النهاية عاوز أقول لحضراتكم بخصوص موضوع سد النهضة، لا تقلقوا، أقول في كل فيديو لكل المصريين وكل الناس اللي بتتابعني ما تقلقوش من موضوع سد النهضة. الرئيس السيسي امبارح طلع وطمن الشعب المصري، كنا محتاجين كلنا كشعب مصري ان احنا نطمن من قيادتنا على يعني سهولة هذا الامر، وان الامر ده محلول بامر الله وبامر من الجيش المصري. الرئيس السيسي طمننا الحمد لله امبارح. وبس كده، اتمنى ما اكونش طولت على حضراتكم. جينا لنهاية نشرة الاخبار، كان معكم اسلام الأميري، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.